بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الحديث عن أحكام رسم الهمزة في وسط الكلمة، وسبق أن قلت لكم أن الهمزة المتوسطة في وسط الكلمة لها أربع حالات، إما أن ترسم على ياء، وإما أن ترسم على واو، وإما أن ترسم على ألف، وإما أن ترسم منفردة على السطر. تحدثنا عن رسمها على ياء، وعلى واو وعلى الف، واليوم سنتحدث ان شاء الله تعالى عن الحالة الرابعة وهي رسم هذه الهمزة مفردة على السطر، أذكركم ان كنا قد ربطنا أحكام هذه الهمزة بقاعدة القوة والضعف وإعطاء الحكم للأقوى، وقلنا ان أقوى الحركات هي الكسرة، يليها بعد ذلك الضمة، يليها بعد ذلك الفتحة، ثم انتهينا من الحركات فيكون الأضعف من الحركة هو السكون، وقلنا إن الذي يناسب الكسرة هو رسمها على ياء والذي يناسب الضمة هو رسمها على واو والذي يناسب الفتحة هو رسمها على ألف والذي يناسب السكون هو رسمها على مفردة على السطر، وقلنا إن ذلك باعتبار ماذا؟ باعتبار علامه الحرف المهموز وعلامه الحرف الذي قبله واذا تاملنا هذه القاعده من ناحيه عقليه فاننا سنجد انه من المفترض الا تكتب الهمزه على السطر مطلقا لان السكون لا بد ان يجتمع مع احدى هذه الحركات الثلاث واذا اجتمع مع احدى هذه الحركات الثلاث فان هذه الحركات اقوى من هذا يعني انها اذا اجتمعت السكون مع الكسر سترسم الهمزه على ياء واذا اجتمع السكون مع الضم فسترسم على واو، وإذا اجتمع السكون مع الفتحة فسترسم على ألف، وهذا يعني أنه لم يبقى لحالة السكون إلا اجتماع السكون مع السكون، وهذا ممتنع. إذا هذه الحالة امتنعت، وبهذا نقول أنه كان الواجب عقلاً هو ألا ترسم الهمزة على السطر مطلقاً، إلا أن العلماء اعطوها بعض الحالات لاحكام خاصه خالفوا فيها هذه القاعده لذلك هي ترسم على السطر استثناء لا باعتبار هذه القاعده وبالمثال يتضح الحال ان شاء الله تعالى لاحظوا معي هذه الكلمات عباءه عباءه اه, أه. وما قبلها ساكن إساءة أه براءة براء أه تساء ألا تضاء ألا تشاء أما ترى أ أه إن أبناءه طبعا أتينا بإن حتى تكون أبناء منصوبة وعليها فتحة إن نساء أهو ومثلها أيضا أتينا بإن حتى نبين أنه في موضع النصب حتى يكون هنا فتح في هذه الكلمات التسع لاحظوا معي أن الهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن مفتوحة وما قبلها ساكن مفتوحة وما قبلها ساكن وإذا أجرينا القاعدة السابقة فإن حق هذه الهمزة هو أن ترسم على ألف فترسم عباء بهذا الشكل عباء أه لأنه اجتمع الساكن مع الفتح والفتح أقوى من السكون وتكتب إساءة هكذا إساءة وبراءة تكتب هكذا براءة أه وتساءل هكذا تساءل وتضاءل هكذا تضاءل وتشاء أما وترى وأبناء أه ونساء أه كان حق جميع هذه الكلمات أن تكتب بهذا الشكل إجراء للقاعدة إلا أن العلماء كرهوا توالي ألفين بهذا الشكل توالي الفين بهذا الشكل فحذفوا هذه الالف فنزلت الهمزه على السطر وكتبت بهذا الشكل، في جميع هذه الكلمات العله واحده وهو الهروب من توالي الألفين بهذا الشكل، لذلك نقول ان الحاله الاولى من حالات كتابه الهمزه على مفرده على السطر بهذا الشكل هو ان تاتي مفتوحه وقبلها ماذا؟ وقبلها الف. إذا جاءت مفتوحة وقبلها ألف وقد كتبناها على السطر بمخالفة القاعدة باستثناء من القاعدة لأن كرهنا أن تلتقي الألف مع الألف في هذا الشكل فحذفنا هذه الألف فنزلت الهمزة على السطر في جميع الكلمات الكلام واحد إذا الحالة الأولى من رسم الهمزة المتوسطة على السطر أن تأتي الهمزة مفتوحة وقبلها ألف قلنا مفتوحة لأن الهمزة المفتوحة وما قبلها ساكن تستحق أن تكتب على الألف فإذا كان قبلها ألف اجتمع ألفان فحذفنا الألف الثانية ووضعنا الهمزة على السطر لاحظوا معي هذه الكلمات لاحظوا معي مروءة أه. مروءة أه. سوءة أه. نبوءة أه. مجزوء مقروء مبدوء موبوء لن أك اتينا بلن حتى يكون الفعل مفتوحا ان ضوءه بهذا الشكل في جميع هذه الكلمات اتت الهمزه مفتوحه وما قبلها ساكن وكان من حقها ان تكتب على الف حسب القاعده فتكتب بهذا الشكل مروءه وسوءه أه ونبوءه أه, أه هكذا ومقروءه هكذا ومبدوءة هكذا ها وموبوءة بهذا الشكل ولن يسوءك ها وان ضوءه هذا اذا طبقنا القاعده السابقه وهي قاعده ماذا؟ قاعده الضعف والقوه وان الفتح هنا أقوى من السكون لذلك القاعدة تقول تكتب الهمزة على ألف إلا أن استثنينا هذه الكلمات لأن جميع هذه الكلمات كما ترون جاءت الهمزة المفتوحة مسبوقة بواو ماذا ساكنة وجاءت قريب جدا من الطرف لذلك أنت لو حذفت التاء سيصبح مقروء مقروء لذلك سوءة سوءة، لذلك هي قريبة جدا من الطرف فاستثنينا ايضا هذه الحالة حتى تتشابه قاعدة رسم الهمزة المتوسطة اذا كانت قريبة من الطرف وقبلها واو ساكنة وإذا كانت متطرفة كما سندرس إن شاء الله تعالى الهمزة في آخر الكلمة أيضا الهمزة في آخر الكلمة بهذا الشكل الهمزة في آخر الكلمة المسبوقة بواو ساكنة تكتب على السطر فأراد العلماء ان تكون القاعده هنا وهناك واحده فنقول ان الحاله الثانيه من هذه الحالات هو ان تأتي الهمزه مفتوحه وقبلها واو ساكنه وكانت قريبه من الطرف بهذا الشكل فإنها تكتب مفرده على السطر، اذا الحاله الاولى كانت ان تأتي الهمزه مفتوحه وما قبلها الف والحاله الثانيه ان تأتي مفتوحه وما قبلها ساكن آآ آآ واو ساكنة كما وما قبلها واو ساكنة كما ترون في هذه الكلمات الحالة الثالثة والأخيرة هي كما ترون في هذه الكلمات مو أو ده مو تبوؤك تبوؤك تبو لاحظوا معي تبوؤك لاحظوا معي أن موؤودة تبوؤك لاحظوا معي أن الهمزة هنا جاءت مضمومة وجاء قبلها واو ساكنة وهنا جاءت الهمزة مضمومة وقبلها هنا واو ساكنة فلو أجرينا عليها القاعدة فقد كان من حقها أن ترسم بهذا الشكل مو أو ده فيجتمع ثلاث واوات لذلك حذفنا هذه الواو فنزلت الهمزه على السطر كما ترون وتبوؤك عندنا هذه واو هنا قلت واو ساكنه لا هي واو مشدده والواو المشدده تتكون من واو ساكنه وواو مضمومه واو ساكنه وواو مضمومه لذلك الواو هنا تبوؤ تبوؤ جاءت مشدده كما ترون وهي عباره عن واوين الواو الاولى ساكنه والثانيه متحركه وبعدها مضمومه فكان من حقها ان تكتب حسب القاعده بهذا الشكل تكتب بهذا الشكل تبو لاحظوا هنا عندي واوان تبو فيجتمع فيجت... ثلاث واوات فلذلك حذفت بالإضافة إلى أمر آخر في هذه الكلمة وهو أنها قريبة من الطرف وإذا كتبنا تبوء فإننا نكتبها بهذا الشكل مفردة على السطر